لكن عشان ندخل في التفاصيل اكتر محتاجين كمان في فقره ترند اونلاين عبر السكايب نروح الى فيليلا موندونو من خلال فقره السكايب، وبالتاكيد احد الاعلاميين في شبكه اس اي بي سي الاعلاميه في جنوب افريقيا، عشان نتكلم معاه على تعيين بيتسو موسيماني، وتحديدا فيليلا من الناس المقربه جدا من بيتسو موسيماني، ويمكن كان مستمر معاه على مدار 14 سنه في متابعه اعلاميه مع بيتسو موسيماني، سواء مع منتخب جنوب افريقيا البافانا بافانا او حتى مع سان داونز. فيليلا موندونو، مساء الخير عليك وبرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير للريد ديفلز ولكل محبين الاهلي ومتابعين قناه الاهلي تي في. طبعا في البدايه عايز اكلمك على حياه بيتسو موسيماني، حياته كلها كره قدم يا فيليلا. نعم، انظر، كوتش بيتسو ياتي من باك جراوند قوي كرويا ككوره، وعمامه الاثنان لعبوا لفرق كبيره، ومنذ سن منذ حداثه سنه لعب لفريق الكوزموس ثم انتقل الى سان داونز. اكيد فيليلا موندونو، بالتاكيد عايز اتكلم معاك على مدى تفاعل الإعلام في جنوب إفريقيا مع حسابات الأهلي على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، واهتمامكم حتى بمتابعة تدريبات أو مباريات الأهلي. نعم حقا، الناس الآن في جنوب أفريقيا تتابع موضوع الأهلي، ولكنه ليس موضوع جديد علينا، نحن نتابع أخبار الأهلي منذ سنين، وهو منذ أن انتقل إلى الأهلي كوتش بيتسو الأسبوع الماضي بعض منا دخل على حسابات الأهلي وأصبحنا متابعين لصفحات الأهلي، إلا أن طبعا التغير الذي حدث في ساوث أفريكا منذ انتقال كوتش بيتسو إلى الأهلي زاد من حبنا ومن انفتاحنا على محبي على الأهلي، وأصبحنا كلنا محبين للنادي الأهلي كأفريقيين، وأعتقد أن زادت عدد المتابعين بعشرات الألاف، وبالتالي ما هو وهو ما يعكس اهتمام الأفريقيين ككل وجنوب أفريقيين خاصة بالأهلي في الفترة الحالية. طيب الكوتش بيتسو بيحب دايما بيتعامل مع السكاوتينج مع فريق التحليل، دايما بيشتغل بيحب يكون معاه فريق تحليل بالكامل، الجزء ده كان بيتعامل فيه ازاي في جنوب افريقيا، وازاي بيشتغل على هذه الجزئيه كعمل جماعي؟ كوتش بيتسو دائما ما كان واحدا من اكثر المدربين تقدما في السنين الماضيه، وان راينا الى كيفيه قيامه بالعمل خاصه من خلال السكاوتس والتحليليين، هو لديه ثلاثه تحليليين، وهو ليس فقط يبحث عن لاعبين ولكن كيفيه تحليل البيانات حول الفريق، وهو امر يقوم به ثلاثه محللين، واحد لتحليل بيانات الفريق ككل، والمحلل الثاني يحلل الخصم، والآخر مستوى اللاعبين. وحين تحدثت معه على مستوى الصداقة حين سألني أحد أصدقائي عن المحللين الحاليين في الأهلي، سألني هل تعتقد أن دورهم انتهى؟ قال لا، إنه يحتاج إلى تحليلات أخرى وتحليلات أقوى، وكذلك للبحث عن لاعبين جدد زي سيرينو وزي ناسيمينتو، ولاعبين زي أفونسو وأليميزا، كلهم لاعبين أتوا من جنوب أمريكا، كله نتيجة للتحليلات والسكاوتينج الذي كان يقوم بها كوتش بيتسو. أكيد ده شيء مميز جدا. طيب وهو بيتسو جاي على مصر، طبعا رحلة السفر كانت طويلة، هل تتوقع من خلال معرفتك ببيتسو موسيماني على مدار أكثر من 14-15 سنة ممكن هو في الطيارة من خلال شغفه وحبه للكورة أن يكون يتفرج على مباريات الأهلي، يتفرج على مباريات الوداد؟ لدينا أن نفهم أن كوتش بيتسو إن نظرنا إلى تاريخه ومتابعته للكرة
القدم وكذلك كمدرب. هو لعب في دول عربية وكذلك منها قطر، وفي أحد مراحل حياته كمدرب أيضا كان عليه أن يتعامل مع مدربين آخرين. وإن تفكرنا هو خسر أمام الأهلي في عام 2001 في نهائي البطولة، ولكنه الآن أيضا أصبح عليه أن يتعامل مع داخل مع ميكانيزم التدريب بصورة أقوى. هو عامة ما ينظر إلى الكرة البرازيلية ويعتبر أنها نعتبر أنه متأثر بها أو متأثر بالطريقة التي يقوم بها بالشيء، ولكنه يشاهد الكرة ويتابعها على مستوى العالم ويتابع العديد من الأسماء بذاتها. ولكن يمكنك أن تسأل كوتش بيتسو أي معلومة عن أي مباراة في أي وقت، ولكن ستجد أنه دائما ما كان متابعا دقيق بشديد الحرص سواء بالنسبة للكرة في مصر أو في أي دولة أخرى. أكيد. طيب في دقيقة وسريعا تعليقه على تعيين كيفن جونسون، وبالتأكيد أحد الشخصيات الفنية المتميزة في جنوب إفريقيا، وهل الإعلام في جنوب إفريقيا محتاج تواصل من خلال السوشيال ميديا عشان يتابع مباراة الأهلي مباشر عشان يكون في تواصل مع الإعلام الأهلاوي أو السوشيال الأهلي خلال الفترة اللي جاية؟ نعم بالتأكيد. ما أراه أن أنا شخصيا كرئيس لمحللي كرة القدم اتحاد محللي كرة القدم، أنا أرى أن كصحفي وصحفي زرت مصر أن الصحافة الموجودة في مصر وما يتمتع به الأهلي من قوة على مستوى الميديا يمكنه أن نتواصل سويا، يمكننا أن نتواصل سويا لخلق الثقافة الأنسب. وأنا بعد زيارتي لمصر كنت يعني متابعين كمتابع لماتشات سان داونز حين أخذ الكأس من الزمالك في الإسكندرية. نحن أرى أننا بناء عن هذه الخبرة أيضا أرى أنه يجب علينا التعاون على كيفية خلق وعي كروي على مستوى الأفريقي من خلال الاتحادات والقنوات الإعلامية الموجودة حاليا. أكيد. فيلا لامنيوندو بالتأكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا كأحد الإعلاميين في شبكة SABC الجنوب إفريقية وأحد الشخصيات اللي كان متواصل بشكل جيد على مدار 15 سنة مع بيتسو وموسيماني.